بارك عليكم الشهر والله يعود ان شاء الله كل سنه ويشيل عنا الوباء ان شاء الله. والله ما شاء الله الاجواء وايد حلوه خصوصا بسوق المباركيه، ما شاء الله الناس يعني ملتزمين وكذي، وفي تباعد لاحظت يعني بالوباء. والله كانت خوش اجواء صراحه. زرت امس امي بارك لها الشهر عشان الحظر وكذي، وسوينا قريش شنو بعد، ويعني طالعين اليوم نخلص باقي الاشغال. طلعت الادام اليوم قبل لا اطلع، طلعت سمك، وان شاء الله لما نرد اجهز الاكل وان شاء الله ان شاء الله كل شيء يكون جاهز. والله احنا يعني حاطين في بالنا ان ما نتجمع، حاطين في بالنا بس ان شاء الله اذا بنتجمع يعني انا واخواتي بس، يعني مو يمع كبير غبقه كبيره، عشان امي يعني نحب يعني احنا كل سنه نقعد مع امي واخواتي كذي، فاليمع تكون بحدود انا وامي واخواتي بس، يعني هذا اللي احنا حاطين في بالنا للحين يعني. وعلى العموم اللي متجمعين كلهم مطعمين ماخذين التطعيم اللقاح، واللي صاير فيهم من قبل يعني كلنا تقريبا مطعمين، ايه امي ابوي اخواتي كلنا مطعمين، فحاسين بالامان اكثر يعني. شرينا كل شيء وشيلنا كل شيء، ويعني الحمد لله انه اونلاين شوي اخاف بعد اليهال، وبس والله يعني مجهزين، احنا مجهزين الـ يعني الـ بالنسبه حق الاكل، بالنسبه حق شنو بعد الملابس وكذي، يعني ان شاء الله يكون رايح الوباء التطعيم يعني يكون مغطي يعني اكثر من اللي يعني احنا نتمناه، يعني ان شاء الله يكون مغطي اكثر.